حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج ميلة الشاعر المليون. تابعنا نجومنا الشعراء في رحلة مليئة بالمغامرات، سمعنا قصصهم وشفنا صداقات جديدة تكونت بينهم. يقول يا دار زايد لا جديد، حاضر تكمل ما مضى، يا ديرة المجد التليد، حلم بدابة من قضى، كل يوم لتصرح النشيد غير الفخامة ما رضى. أنا بعطيكم لغز يا شباب، أعطينا هموال. طيب أسألك عن شيء تفر العالم بلمسة جبينه، لا أعمى بطنه وأطفاله على ظهره أوامر، لا هو جن ولا هو إنس ولا الأوامر لا تعينه، بس أمره تدلل ينتخي ويقول حاضر. يلا حي أم شاري، أهلا وسهلا، وهذا أهداء مننا لك يا ضيفنا. مرحبا بك، حقك علينا جميع يا ضيفنا. مرحبا بك، حقك علينا جميع، حقك علينا جميع. دار فضايلها قصر عنها الجد، خير انطفى على قريب ونايد، تعاضدوا سبعة زيزومهم فرد وبنوا من الأمجاد صفحة الجواب. يا سلام. اكتب الشعر للشعر واترك التقييم للجنة، ما لك شغل فيه، اكتب نفسك، اللجنة تبي هذا أصلا. قل لأن الفرد هو من يبني الأوطان، عنا بالفرد وبكل احتياجاته، قبل لا يبني الدولة بنى الإنسان، وقف معهم ووقفهم بوقفات. الله صح، الله زايد الخير، الله يرحمه، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة. حمدان حامل لقب برنامج المنكوس، فارس المنكوس للموسم الأول. ما عليكم زود، ما عليكم زود، الله يبقيكم يطول عمارك. وأعانى القلب من جرح الهوى وعانى. خذ البيرك، خلاص نبيل من أهل المدينة، ومع الوقت أمن على حلاله، يوم أمن على حلاله عجز أبو زيد يهرب من عنده. لا منعته الشيمة، الرجال أمني على حلاله، الكرامة والشهامة، الكرامة والشهامة هو اللي أسلوم العرب. نعم اللي موجود عند العرب كلهم. قال عجزت وجلس لين هك اليوم. يحب سيده، يحب القصائد، يحب الربابة. جاء عند بني هلال هذا الشعر. الله الله، قال من يجر الربابة؟ قال أنا اللي أجر الربابة. وهو يأخذ الربابة وهو زيد الهلالي، وهو يقصد يقول الهلالي والهلالي سلامة، شوف الفجوج الخاليات بتروع. يقول الهلالي والهلالي سلامة، يبغى طمع وهو وراها أطموع، لابد عقب الوقت من لايحة الحياة، من بارق يوضي سناها الموع، لا برق نلا في حاجة مستهلة، من بارق يوضي سناها الموع، ولا ضحك إلا والبكاء مردفلة، ولا شبعة إلا مكتفيها جوع، ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا طائرات إلا وهن وقوع، ألا يا حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراكن فرقا والحمام أربوع. بيض الله وجهك يا مطلع، الله يطول بيض الله وجهك. هو هذه التضحية على ما قالوا بيض الله وجهك. قصة جميلة والله، قصة جميلة ومعبرة ومؤثرة بعد. أتذكر طبعا شاعر مشهور ومعروف من أكرم العرب، يعني اللي هو دغيم الظلماوي وبيته الشهير، اللي يقول يا كليب شب النار، يا كليب شبه عليك شبه والحطب لك إيجابي، لو تسأل العيل اللي بالشارع على الطفل اللي بالشارع يحفظ البيت هذا. يلا هلا دغيم الظلماوي من كثر ما هو كريم الرجل، كانوا يسمونه راعي الوالمة ومتعب الدلال، لا ليل ولا نهار تطفي، يقولون حتى انه احفاده لحد الان متمسكين بالعلم، العلم الزين اللي هو لو كفو وما زال لحد الان ما هو غريب عليهم. مرار الشارع تقول له ما يقول لك يا كليب شب النار، يا كليب شب على البيرق مشارف والبطوله قوله.
خذيت الكرت رمز بكل جولة. يا سلام. قصيدي مرضية هجن الرياسة تنومس في اللقاء شعب ودولة ودوله إلى من قبلت خط النهاية خطاب أبين مذير عرضوه لها جمهور يتريى أداها بيوم كلنا محضره ذلوله ذلوله غني من طرب جزل الفرايد وكيف مسرح بعرضها وطوله وطوله حضوري يشبه الركض الشبابي يدبل سرعته لصف قوله. خايف من الشاعر مسجد الوسمي، خايف أني ما أطلع بالمستوى المطلوب واللي يليق بالشعر وبمتابعيني. إن لم أكن شاعراً ماذا أحب أن أكون؟ أحب أن أكون شاعراً. إن لم أكن شاعراً أحب أن أكون لاعب كرة قدم. إنسان يقرأ الشعر. رب العالمين وصلني لهالمرحلة. لنفسي تأخذني إلى حيث أخذه، إلى الاختلاف. فقرة الصديق السري، كل شاعر بيكتب أسئلة أو نصائح يوجهها لزملاء الشعراء، بعدين يضعها في صندوق جهزناه لكل واحد منهم. كل شاعر بياخذ ورقة من الأوراق الموجودة في الصندوق ويجيب على السؤال أو يرد على النصيحة الموجهة له. وش موضوع قصيدتك؟ لا تقول، اعترف. خلى مفاجأة المسرح. اعترف يا ابو عنوانها غلابة يدمر. عنوانها عنوانها، خلي بالك من غلابة. مزيد، عندك صدمة جديدة للجمهور في موضوع المشاركة؟ طبعا ما اعتبره صدمة لان انا معودهم على المواضيع القوية. يا سلام يا سلام يا سلام. اي والله، ويكفي صدمة الناس اللي ماتوا. يوم استحضر الارواح. قول الى محمد البندر، انت عداني الكرت لا يتعداك. والله اقول له ابشر يا ابو جعدان. ايوه العنصريه فيها فيها. عرفت انت وين الهدف؟ عدوها مني وانا حديت من دونه. ولا عرب لصمت وسكاتي. سلام. أنا بسأل كل واحد سؤال الحين. يسلم. ولازم يجاوب بدون دبلوماسي. أيوة. نعم. من تتوقع يتأهل؟ هو رجال بداك عليه. من سواك بنفسه ما ظلم. فعلك ما قبل الله. اللي كتب السؤال هذا أقوله بإذن الله إنك معي. الله يجزاك خير اللي كتب السؤال. على محرابها لو كان قلت انساك من فمي، ترى عيني نفت خانت عناوين المحبة. ما حوي بكتابها أنا أسير الكلمة اللي قلتها، يوم طرفت أكتب عليك إن قلت لك مني حسبت حساب. سلام. أقول لأمي ما تموت المواعيد، ويبقى حنين قلوبنا ينتظرها. صحيح ما مالت علي العناقيد، لكن تكفي ضحكة من ثغرها. قريب اللي يقول يا معوض العشاء. أيوة. في ريمه وفي ريمية لين آخرها، ما كاسر البياع أهل يا صاروا شريطية، أخاف أكاسرهم علىها ينكسر خاطرها. ما ودك العامل يقاودها على الردمية، ودك يمد الفرشة الحمراء تحت حافرها. لعيونها زرق الرزم والركبة المثنية والمحزم المليان والأبيات من شاعر. سلام. سلام. سالفك يا مولانا محمد عنها، يقول لي احنا كذا ولا كذا داشين بالنهايه. قلت كيف؟ قلت له قال لو انت تسويت راح نحضر حلقه النهايه. حق شيء يكون عندك احساس انك وصلت. وصلت النهايه. نروح معهم. نروح معهم البروفه اهم شيء. تقلع. شفت اذا وصلت الحلقه الاخيره خلاص. عامر عبد الله معلق رياضي، بامانه من محبينك قبل ما اشوفك. طول عمرك الله يسلمك. شرف لي ان يكون عندك يا عبد الله عند الاخوه المبدعين. انا لو كنت لاعب في 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 نفس المباراه واسمع تعليق ابو عبد الله، ما يفوز الخصم، ما يفوز باللي هي. يقول لو طرحنا نقطة الغين عينك ما تقود، غير الحبال المشانق والأفواه الرواح، والبشر مفهومهم غير والدنيا صمود. ما لقينا في المحبة شيوخ ولا رعاة، المحيط الهندي اللي ينحسبه للهنود ما عرف هندي يبيعه ولا هندي. يا سلامي عليك. يا سلام عليكم. الله يعزك. مو كانت مقام الذاكرة والدراويش
ربعي وما غنوا سوى من عناهم توغلوا لحظة وفا وانتشوا طيش وتوسلوا باللي مضى من غلاهم وانا انا الموت الذي قلت بعيش وحدي ولو جل اهتمامي معاهم لو بالضروع اقول لا بس بريش مهمة جدا انك تكتب ما تريد انت كشاعر. يا سلام اترك قضية انه معطرين نفسنا في مسابقة او شيء، لا يا سلام ممتاز. الشعر اكبر، الشعر مساحة اوسع واكبر. على الخيل أشياء كثيرة طبعاً، نحن في الصبلات الياهني، الوالد عندنا نحن فارس وتعلمنا على يده، لين غطت في المدى عقب العصير والقرن شيخا بشته الشفق الأحمر، عفرضة أمشت تيل الميادير والمركب المربوط قام يتبختر. في هذا المحل بالذات كنت مشاهد شرق هذاك اليوم، حتى أول قصيدة في شاعر المليون كانت من هذا المكان. في البرنامج عاشوا الشعراء مغامرات كثيرة وزاروا أماكن مميزة في إمارتنا الغالية أبوظبي، وعاشوا فيها تجارب قربتهم من بعض أكثر وأكثر. تعالوا نشوف بعض منها. أنا آخر واحد ممكن يكون محترف في الشيء اللي صار قبل شوي. كفو عزيز، كفو بطل، والله بطل. ثابر بفكر مستقل وتمسي وتصبح على القمة ترز علام. الله يطول عمره.
واقف قدامك واللي تبي تسوي فيني سوى يلا للأمانة يعني أبو ظبي أرض المفاجآت ذكر يقتل هواجيس الغياب من وين ما لديت تلقى له رسوم ما كن زايد غاب في حضن التراب تشوف فعله كل أرض وكل يوم هبت نسايا معليله يطرب هواها من دار خصبه في وادي حيل يغليها قلبي تولع بها من طيب مجناها دار الكرم والمحبه من معاليها يا مطرب ابن دحيم ما بين الاسود شفنا تراتيل الحياه الفانيه مستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن قول زايد فريقه ينقذ الغرقى وهو ينقذ قيم تطوعوا في البر ولا في البحر ولا في الفضاء يا سلام ولا الفضاء يهل القبور اللي لها 3000
عاما وهي تحت الجبل متوارية إلين جاها من جعل منها مضاف وتلحفت من عقب ما يعاد حتى الجثث في ضف بشته ما تخاف درابها والناس ما هي داري بإحساسه اللي جاء وبشكل الاكتشاف إحساس من قال الجبل يساري أقول هذه بلاد الخير ما فيها خلاف على حفية المشي فالساري ينبوعها ينضح ولا جاله جفاف يكسي جسدها العزمة هي عالي في ظل هذا الطود يا كم ضيف ضاف يا كم تذروا في طرف ذوارية أرض على عزة ولا فيها خلاف يحمونها بشلفة حربة فارية لحظات مميزة مرت في شاعر المليون أداء مميز قصائد مميزة استمتعنا بها على المسرح وفي الكواليس تعالوا نشوفها مع بعض آمال بالله كبيرة موسم الشعر توه يبتدي وابتديت Stand by, rolling camera. عايش زمن عبد الحليم. Stand by, cut. هذا برنامج شاعر المليون. إذا ما في منافسة، لا تجي شاعر المليون. يا وطن، كم في شموخ طويق لك بالنجم خوة. يا وطن، كم في خطوط الرمل لك كاتب وقاري. ورثك من الوقت عز وفخر. ومجاد ومروة ساس للي يرسم المستقبلك وجه حضاري جاهزين جاهزين لايكاتكم طالعة مرحبا اتبغى منك طلع لوم الارسالي مدري بخل منك تدز الرسالة الله صح الله رسالة ودعت السنين العجاف ومصير الايام تكشف لي مضاريفها عن الحمولة الثقيلة يا الحمولة الخفاف حملي على السفن وأقلامي مجاديفها ترقبونا بحق الأخير مميزة مميزة ترقبونا بحق الأخير مميزة تنفس الصبح بنسام الصبا لنفوس بعد السفر في متاهات الخيال شهرين أخذ بهالعقل لذة من طعام الدروس نشربه من ثقة ونوكله من يقين ويسج في الروض الأخضر من ذهل بالغروس تقول الأرض بحرير ملحفتها اليدين مرحلة 24 مرحلة التنافس الأقوى أنا يا صاحبي من هالزمان حمال وحط وشال مرحلة 24 هي الصراع من أجل البقاء طهارة تلاوة ليلة فجرها مشهود غشاها البياض وبيض الأيام موعدها مسيرة عطاء يا كيف عدد وهي في زود أحاول ونفات المطر من يعددها يا ليت شعري علامك يا بيان السحر مكسور كسر ضرير المعرة لو نفخ به روح شافه ما كنك اللي مضى سيفه زمان وكان له دور لاحق في قيمتك شكة وفي قلبك حسافة أنا عندي أمل أن أنت تتحدث أشكر بالشعر دينا وبالحب اجتمعنا في إمارات المحبة والسلام بالفخر لبلادنا نرجع ومعنا حب دار أخوة قروم كرام
ألف مبروك لحامل بيرق الشعر ولقب شاعر المليون في الموسم التاسع. تعالوا نشوف لحظات جميلة عشناها في الحلقة الختامية ولقاءات حصرية سجلناها قبل وبعد لحظات التتويج. تعالوا معنا. بذلنا جهدا عظيما على مدى 7 شهور كاملة من العمل والبحث والتمحيص. يقول يلا بمانك لا تخيب تعبنا، وانك تكافينا افواه الشماميت انطاب فينا، والي البيت طبنا وما كتبها ما تجيب العفاريت. انا اشوف ان من المركز الاول للمركز السادس كلهم حاملين للبيرق. يعني الحمد لله هذا اللي كنت اسعى له في مشاركتي، النجاح هذا والحمد لله حققه. بالنسبة للمسابقة الحمد لله في هذا الموسم نراها ناجحة بكافة المقاييس، شعراء قدموا تجارب شعرية رائعة ومميزة بمعنى الكلمة. قبل النتيجة أقول للجمهور بيض الله وجوهكم من كبير ومن صغير. الإحساس جدا جميل، الآن أنا في مسك الختام ومرحلة جني ثمار هذا المشوار وهذا التعب الطويل. طبعا هذا الموسم كان مختلف بشعراء المميزين الأمان المبدعين، قدموا مواضيع وقدموا نصوص شامخة سيخلدها الأدب والشعر. للمبدع المتميز أحمد بن عايد البلوي المركز السادس. خلال كل مسيرتي في برنامج شعر المليون ألف ألف شكر، وأنتم كنتم أكبر حافز للنجاح. فائز بالمركز الخامس عبد المجيد سعود الغيداني، واللي حصل على درجة 60 من 100. أقول لهم شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على كل دعم. المركز الرابع بمليونين درهم للبندر المطيري محمد البندر. والله هي يعني كلمة شكر أكثر من كلمة وداع، يعني أشكر برنامج شعر المليون على إتاحة الفرصة، والحمد لله وإن شاء الله هذه بداية المطاف مو نهاية. المركز الثالث توجه لمحمد الحماد العتيبي، ألف مبروك لك يا محمد بدرجة 66 من 100. أشكر عتيبة عامة، جميع محبين محمد الحمادي، وشكر خاص لجميع من دعمني وأخص قبيلتي الحماميد اللي كانت وقفتهم مشرفة وغير مستغربة. وحامل بيرك شاعر المليون والناموس يا العامري 73 درجة لمبارك بالعود العامري وبيرك شاعر المليون في الموسم التاسع. كلمة الأولى والأخيرة، اربينا على المراكز الأولية وبنموت عليها. هذه قدوة من المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه وعياله، الله يطول في عمارهم. تعودنا على المراكز الأولية، والمركز الأول ما هو بغريب عليها. والفايز بالمركز الثاني نقول ألف مبروك ب4 مليون درهم لمطرب بن تحيم العتيبي، ألف مبروك لك يا مطرب. ما أقدر أودع مسرح شاطئ الراحة، لأن الشيء هذا بيبقى معي طول حياتي، حتى لو كنت ماني في الإمارات وأنا في السعودية بيبقى شاطئ الراحة في الصدر. صنتك بسم الله يا وطن. شاعر المليون أجمل رحلات الشعر النبطي. نختم مع بعض الموسم التاسع، لكن الختام مثل في كل موسم هو محطة استراحة نحضر فيها لرحلة جديدة من الإبداع في القصيد. أعزائي المشاهدين، استمتعت بلقائكم على مدى أسابيع البرنامج، وإلى أن ألقاكم من جديد أتمنى لكم الصحة والسعادة. في أمان الله.